ولا لا؟ طب ولما بتطفيه ما تشوفش حاجة؟ فلو نور بصيرتك اتطفى جوه قلبك يبقى مش هتشوف حاجة يا عيني. خلاص؟ يبقى إذن اوعى حتى لو حدث أن فات الزمن. ليه؟ لأن الأمر عبادة. كان واحد من مشايخنا ماشي مع واحد من الناس الذين لا يفهمون، ومعهم شخص ثالث، فمروا على رجل من أهل البصيرة فقال له: إنك ربنا يرزقك بولد. قال للثالث: ربنا يرزقك بولد. فلما خرجوا من عند الشيخ قال العارف: هذه بشرى. وقال الجاهل: هذا دجال، ايش عرفوا بالغيب؟ والرجل الثالث تردد بينهما: يا ربنا يرزقني ولا مش يرزقني بالولد؟ وبعدين الراجل كبر في السن وما فيش ولد ولا حاجة، يعني جه وقته ما فيش ولد. وبعدين قال للعارف الجاهل، قال للعارف: شوف اهو اهو ما جاش ولد ولا حاجة. قال له: انت فهمت كلام الشيخ؟ فهمت انت كلام الشيخ ولا ما فهمتش؟ قال له: يا ولد يبقى ولد وخلاص. ايه فهمت كلام الشيخ؟ ولد، هيجي له ولد وهو ما جالوش، يبقى الشيخ دجال. الشيخ مات، والراجل التاني ده اللي كان هيجي له الولد مات هو التاني وما جالوش ولد ولا حاجه. فالجاهل قال للعارف: ها اهو مات ولا جال ولد ولا بنت. قال له: انت فهمت كلام الشيخ؟ يبقى اذن الله ده في قلب منفتح يرى بنور الله ويفهم الكلام على حقيقته. يرزقك الله بالولد، هو قال له في الدنيا؟ فقال له العارف، قال له: يا اخي هو قال له في الدنيا؟ قال له: يرزقك الله الولد في الدنيا، ولا يعني ان صبرت على حالك هذا رزقك الله بالولد في الاخره. يطوف عليهم ولدان مخلدون. لا انا ايش دعوه، شوف الفرق بين الاثنين يا اخوانا، لان الجاهل ده بقينا احنا اغلبنا كده جهله من النوع ده، مش راضيين نفتح على انفسنا الابواب ولا راضيين نفهم ما وراء السطور، متربسين زي المسامير فيها. وده كده ما يصلش بيك الى مراد الله. الله سبحانه وتعالى فتح لك الابواب وكشف لك الأسرار وأنزل لك الأنوار، فلا تغلق الباب على نفسك. قال له: يا أخينا تأمل في الكلام، يرزقك الله الولد. قال له: في الدنيا؟ قال له: طب وليه ما قلتش كده وهو عايش؟ قال له: لأن الكلام محتمل. أنا تأكدت دلوقتي من معنى كلام الشيخ، معنى كلام الشيخ يرزقك الله الولد في الآخرة، وهو عايش ممكن في الدنيا أو في الآخرة، رزقه في الدنيا كان بها، ما رزقهش في الدنيا يبقى في الآخرة. شوف الحلاوة اللي فيها تصحيح كلام الناس، وشوف الجهالة اللي فيها اتهام الناس بالباطل والزور. أدي التصرع بتاع الجهلة، وادي النور بتاع الناس الطيبين. عايز ايه؟